فكرة معرض حجر لوجيا هو من الفكرة كانت من مدير جمعية برج اللقلق الأخ منتصر الكيدك، طرح علي الفكرة أنه هل باستطاعتي بناء مجسمات ثلاثية الأبعاد لمعالم دينية وتاريخية في القدس. فكانت الفكرة قلت له بنجرب يعني كتجربة، ولكن الحمد لله إحنا اليوم أنجزنا هذا المشروع بفترة زمنية يعني أخذت تقريبا معنا حوالي 11 شهر لبناء 11 مجسم تاريخي وديني في مدينة القدس. الهدف من المعرض كان هو طبعا بالشراكة أول شيء مع جمعية برج اللقلق في مدينة القدس ومؤسسة النيزك للعلوم، هذا المعرض اللي فيه حجر البناء والتكنولوجيا اللي هو روبوت آلي بيقدم الشرح والمعلومات التاريخية بشكل راوي عن هذه المعالم اللي أنا قمت ببنائها. الهدف منه هو القدس، أن نحمل القدس ونجول فيها في محافظات فلسطين من أجل توصيل هذه المعلومات التاريخية والدينية عن هذه الأبنية ونحافظ على هذا التراث الديني والتاريخي في بيت المقدس. معرض حجر اللوجيا يفتتح اليوم في مدينة نابلس بعد ما تم افتتاحه سابقا في بيرزيت وفي الخليل وفي جامعة الخليل، اليوم هو يزور نابلس بوابة هذا المعرض إلى منطقة الشمال الفلسطيني. معرض حجر اللوجيا عبارة عن مجسمات تنقل الموروث الحضاري التاريخي المعماري لأهم معالم البلدة القديمة في القدس، وأيضا يحتوي على عنصر تكنولوجي اللي هنا مؤسسة النيزك أضافت إضافة نوعية لهذا المعرض بوجود روبوت يتجول بين هذه المجسمات، بين هذه النماذج، المسجد الأقصى، كنيسة القيامة، الأسواق، المدارس الهامة في القدس، ويتحدث ويشير إلى كل معلم من هذه المعالم ويروي القصة التاريخية بالرواية الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية حول كل مجسم من المجسمات. هدفنا الأساسي أن ننقل هذه المعرفة إلى الجيل الناشئ، أن نربطهم بمدينة القدس، وأن نحاول أن نكسر هذا القيد الذي فرضته قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال على مدينة القدس والحصار الذي تعيشه، بأخذ المدينة إلى كل مدينة فلسطينية وعرض هذا المعرض هناك.